أخبار اليوم. موجز الأنباء: الحكومة توافق على تجديد التعاقد مع المعمورة لاستغلال مرسى العوامية. أعلن مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وخاصة في الأقصر وتخفيف الآثار السلبية التي ترتبت على الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية. فقد وافق مجلس الوزراء على نتيجة أعمال اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة الأقصر تجديد التعاقد بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما مع شركة مصر للسياحة، شركة المعمورة حاليا. الحكومة تفرض عقوبة السجن بالعبث بأجهزة ومعدات القطار أثناء سيره. أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أنه في إطار الحد السياحية بالعوامية من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات والتي تؤدي إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن السير وانتظام مرفق السكك الحديد، والعمل على إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تسبب في حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق الهام بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث وما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن السفر بالسكك الحديد. مجلس النواب يحاكم جنينة. يستعد مجلس النواب لتنفيذ قرار المجلس بتشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد. ذلك بعقد اجتماع لهيئة المكتب خلال أيام لإقرار معايير تشكيل تلك اللجنة بشكل رسمي لعرضها على المجلس وبدء عملها، فيما وصف عدد من النواب الخطوة بالهامة مؤكدين أن البرلمان دوره محدد في محاكمة جنينة سياسيا. في هذا الخبر نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية موجز الأنباء. أمير الدنمارك يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد متحف المخطوطات. زار الأمير هنريك أمير الدنمارك وزوجته الملكة مارغريت والوفد المرافق لهما مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالهم الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، حيث قاموا بجولة كاملة للمكتبة بكامل أقسامها ومتاحفها. وأهدت مكتبة الإسكندرية الأمير هنريك مجموعة من المطبوعات الخاصة بالمكتبة منها صور كتاب ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية والقاهرة في القرن 19 والقرن 20. هذا وأبدى الأمير إعجابه واندهاشه بجمال القاهرة في تلك الحقب التاريخية. كان معكم محمد عوض من بوابة أخبار اليوم.